وهي كلمه واحده وهاد الدوله فاسده هاد الدوله فاسده وهي كلمه واحده وهي كلمه واحده وهاد الدوله فاسده وهاد الدوله فاسده وهي كلمه صافيه وهي كلمه صافيه وهاد الدوله مافيا وهاد الدوله مافيا وهي كلمه صافيه وهي كلمه صافيه وهاد الدوله مافيا 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 ولا جينا وحتى جينا ولا جينا وحتى جينا ريافة يخرجوا لينا ريافة يخرجوا لينا على جينا وحتى جينا على جينا وحتى جينا والمخزن طاغي علينا والمخزن طاغي علينا ولادكم قريتوهم ولادكم قريتوهم ولاد الشاب جنتوهم ولاد الشمس جنتوهم وهي كلمة واحدة وهي كلمة واحدة وهاد الدولة فاسدة وهاد الدولة فاسدة 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 الحرية وينك وينك الحرية وينك وينك الكرامة وينك وينك ويا المخزن مشيتي غلط ويا المخزن مشيتي غلط ما بقاو يخلعونا زراوت وعلاش شدوك يا نصر وعلاش شدوك يا نبال وحد قلتي كلمة حق وحد قلتي كلمة حق ويا وزير الحرية ويا وزير الحريات واش نسيت لي مات واش نسيت لي مات من طلعت قلبتيها الزروطة ويا وزير الحريات ويا وزير الحريات واش نسيت لي مات وشاركتي في المسيرات وقلتي لا الاعتقالات وقلبتيها الزروطات وعاش الشعب وعاش عاش وعاش الشعب وعاش عاش ريافة ماشي أو باش وعاش الشعب وعاش عاش وعاش الشعب وعاش عاش ريافة ماشي أو باش وعاش الشعب وعاش عاش وعاش الشعب وعاش عاش وعاش الشعب وعاش عاش ريافة ماشي أو باش ريافة ماشي أو باش
ريافة ماشي أوباش. تحياتي من مدينة الدار البيضاء، دائما في إطار الحرية للمعتقلين السياسيين ديال الريف وكذلك المعتقل السياسي حميد المهداوي. صراح المعتقل، الشعب يريد 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 صراح المعتقل، صراح المعتقل. وهي كلمة واحدة، وهي كلمة واحدة، وهذه الدولة فاسدة، وهذه الدولة فاسدة، وهي كلمة صريحة، وهي كلمة صريحة، وضعت الريحة. تحية الأخ فاطمة الزهراء الحبابي، مدينة الدار البيضاء. يا المخزن مشيتي غلط، يا المخزن مشيتي غلط، ما بقاو يخلعونا زراوات، ما بقاو يخلعونا زراوات، الحرية وينك وينك، والمخزن بيني وبينك، الكرامة وينك وينك، والمخزن بيني وبينك، باي باي زمان الطاعة، باي باي زمان الطاعة، هذا زمان الممانعة، هذا زمان الممانعة، باي باي زمان الطاعة، باي باي زمان الطاعة، هذا زمان المقاطعة، هذا زمان المقاطعة، حسيمة حرة حرة، حسيمة حرة حرة، حسيمة حرة حرة، والمخزن يطلع برا، والمخزن يطلع برا، حسيمة حرة حرة، والمخزن يطلع برا، والمخزن يطلع برا، والمخزن يطلع برا، المخزن يا نوارة، الحسيمة يا نوارة، وخرج عليك الشفارة، الحسيمة يا نوارة، وخرج عليك الشفارة، باي باي زمان الطاعة، هذا زمان الممانعة، هذا زمان الممانعة، دون دون يا مخبر ورفع تقرير، دون دون يا مخبر ورفع تقرير، وهذه الدولة حقر الفقير، والمخزن في هذه البلاد حاقر الفقير، ودون دون يا مخبر وارفع تقرير، دون دون يا مخبر وارفع تقرير،
دون يا مخبر وارفع تقرير. والمخزن في هذا البلاد حاق الفقير. والمخزن في هذا البلاد حاق الفقير. والمخزن في هذا البلاد حاق الفقير. واك واك على شوها. واك واك على شوها. ما حكيم التعليمات. ما حكيم التعليمات. تحية لبوي فاطمة من الدار البيضاء مناضلة صامدة من أجل الحق في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. تحية تؤشج النضالات. تؤشج النضالات. اعتقالات استشهادات. تؤشج النضالات. المحاكم ها هي. المحاكم ها هي. والعدالة فينا هي. العدالة فينا هي. سامح سامح الله بارك الله يرحم والديك. وعلى الشدوك يا ناصر. وحيت قلت كلمة حق. وحيت قلت كلمة حق. واك واك على شوها. واك واك على شوها. المطالب حقرتوها. والحقوق كليتوها. والحقوق كليتوها. ويا المخزن مشيتي غالط. يا المخزن مشيتي غالط. ويا المخزن مشيتي غالط. يا المخزن مشيتي غالط. ما بقاو يخلعونا زراوت. ما بقاو يخلعونا زراوت. ما بقاو يخلعونا زراوت. وهي كلمة واحدة. هي كلمة واحدة. وهذه الدولة فاسدة. وهذه الدولة فاسدة. وهي كلمة صريحة. والقضاء أعطى الريحة. والمخزن أعطى الريحة. ويا المخزن حداري. ويلا بقيتي كتقمع. المرمانة غادة تفرقع. وما تلقى ما تجمع. وما تلقى ما تجمع. ويا وزير الحريات. ويا وزير الحريات. ويا وزير الحريات. ويا وزير الحريات. واش نسيتي ليا مات. ومشيتي في المسيرات. ومشيتي في المسيرات. وقلتي لا للخرافات. وقلتي لا للانتهاكات. وقلبتيها زروطة. يريد صراح المعتقل. الشعب 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 صراح المعتقل. وخرجنا واحتجينا من كل مدينة جيت. وخرجنا واحتجينا من كل مدينة.
فينا جينا خرجنا واحتجينا لا من كل مدينة جينا خرجنا واحتجينا من كل مدينة جينا واحتجينا من وخرجنا واحتجينا والمخزن طاغي علينا وخرجنا واحتجينا والمخزن يقمع فينا وخرجنا واحتجينا والمخزن يسجن فينا وخرجنا محتج ومن كل مدينة جينا ومن كل مدينة جينا ومن كل مدينة جينا والمخزن طاغي علينا والمخزن يرهب فينا والمخزن يرهب فينا والمخزن يرهب والحرية اللي بغينا والمخزن يسجن فينا والحرية اللي بغينا والمخزن يسجن والكرامة اللي بغينا والمخزن يقمع فيه والكرامة اللي بغينا والمخزن ما فيه واليد ما اللي بغينا والمخزن واليد شباب 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 عيت 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 هذاك وليت يا زيان حبال اللي بغينا ولا أم اللي بغينا والمخزن طاغي والمخزن طاغي علينا يا شباب الحرية اليد في اليد يا شباب الحر واليد في اليد يا شباب الكرامة اليد في اليد يا نساء الكرامة يا شباب الحر واليد في اليد يا رجال العدالة واليد في اليد يا شباب الحرية وليت في اليد يا نساء الكرامة واحتجينا من كل مدينة جينا وخرجنا واحتجينا من كل مدينة جينا وهي كلمة واحدة وهي كلمة واحدة وهذه الدولة فاسدة وهذه الدولة فاسدة وهاد الدولة فاسدة يريد صراح المعتقل الشعب يريد صراح المعتقل الشعب يريد صراح المعتقل الشعب يريد صراح المعتقل وباليادي اليادي اليادي وباليادي اليادي اليادي الحصيمة قوية وأمزور قوية وجرادة قوية وبها نهزم أعادي وبها نهزم أعادي وأعادي الحرية وأعادي الكرامة ونرفع شارة الانتصار ونرفع شارة الانتصار للمعتقل تحية للمعتقل تحية للعائلة التحية ونرفع شارات الزيرو ونرفع شارات الزيرو للخوانة هيا للخوانة هيا للمفسدين هيا وباليد اليد اليد وباليد اليد اليد وناصر تحية وناصر تحية ونرفع شارة الانتصار ونرفع شارة
ونرفع شارة الانتصار للمتحية للشرفة تحية للمعتقد تحية بالهاوية والسلالة بالهاوية والسلالة استحالة 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 نرضى أنا بالمهزلة نرضى أنا بالمهانة نرضى أنا بالمهانة ولادكم قريتوهم ولادكم قريتوهم ولاد الشعب سلختوهم ولادكم فينا هما ولادكم فينا هما واشنطن روما فوكا شوراس الحومة فوكا شوراس الحومة يا المخزن مشيتي غلط يا المخزن مشيتي غلط ما بقاو يخلعونا زراوات ما بقاو يخلعونا زراوات 20 سنة في الزنزانة ما تسكت صوتنا 20 سنة في الزنزانة ما تسكت صوتنا ويا المخزن مشيتي غلط ويا المخزن مشيتي غلط ما بقاو يخلعونا زراوات 20 سنة في الزنزانة ما تسكت صوتنا يا المخزن مشيتي غلط ما بقاو يخلعونا زراوات 20 سنة في الزنزانة وما تسكت صوتنا وهي كلمة واحدة وهي كلمة واحدة المنظومة فاسدة وهي كلمة واحدة وهاد الدولة فاسدة باي باي زمان الطاعة باي باي زمان الطاعة هذا وقت المومنة هذا ريح هذا ريح ويا المخزن حداري ويدا بقيتك هتقمع ويدا بقيتك هتقمع الرمانة غادة تفرقع وما تلقى ما تجمع وما تلقى ما تجمع بالوحدة والتضامن بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون اللي بغيناه يكون يكون اللي بغيناه يكون يكون شوفوا المخزن العبقري شوفوا المخزن العبقري شحال مطور وقاري شحال مطور وقاري وكيعالج الازمات وكيعالج الازمات الزنزانة والاعتقالات الزنزانة والاعتقالات
شوفوا المخزن العبقري، شوفوا المخزن العبقري، شحال مطور وقاري، شحال مطور وقاري، وكيعالج الأزمات، وكيعالج الأزمات، الزنزانة والاعتقالات، الزنزانة والاعتقالات، المعتقل خلوا صية، المعتقل خلوا صية، لا تنازل على القضية، لا تنازل على القضية، الزفزافة خلوا صية، لا تنازل على القضية، غطاس خلوا صية، لا تنازل على القضية، وحاكم خلوا صية، لا تنازل على القضية، وجلال خلوا صية، لا تنازل على القضية، والسعيدة خلوا صية، لا تنازل على القضية، بوحرات خلوا صية، لا تنازل على القضية، زكريا خلوا صية، لا تنازل على القضية، بوحدة خلوا صية، لا تنازل على القضية، حكيمة خلوا صية، لا تنازل على القضية، الحاجة خلوا صية، لا تنازل على القضية، سليمان خلوا صية، لا تنازل على القضية، وراشد خلوا صية، لا تنازل على القضية، وفضل خلوا صية، لا تنازل على القضية، لا تنازل على القضية، خلوا أتراك خلوا صية، أحمجاك خلوا صية، لا تنازل على القضية، أصرحي خلوا صية، لا تنازل على القضية، مشاوي خلوا صية، لا تنازل على القضية، معتقل خلوا صية، معتقل خلوا صية، لا تنازل على القضية، لا تنازل على القضية، صراح المعتقل الشعب يوري، صراح المعتقل الشعب يوري، صراح المعتقل الشعب يوري، صراح المعتقل الشعب يريد، 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 صراح المعتقل الحرية وينك وينك، الحرية وينك وينك، والسجن بيني وبينك، الكرامة وينك وينك، والمخزن بيني وبينك، وعاش الريح وعاش عاش، وعاش الشعب وعاش عاش، وعاش الشعب ريافة ماشي أو باش، ريافة ماشي أو باش، ريافة ماشي أو باش، ريافة ماشي أو باش، وعلى الشدوك يا ناصر، وعلى الشدوك يا ناصر، وعلى الشدوك يا ناصر، يا بداحي واحد قلتي كلمة حق،
تاعو. الموت ولا المذله، الموت ولا المذله، الموت ولا المذله، الموت ولا المذله، الموت ولا المذله. جلوا لا يا مغناس أشدادوا عماس، جلوا لا يا مغناس أحمشي قايا مغناس، المشاوية يا مغناس أشدادوا عماس، والأبلاغ يا مغناس أشدادوا عماس، أشرف يا مغناس أشدادوا عماس، الحاكية يا مغناس الأصريحية يا مغناس، ناصر يا مغناس أشدادوا عماس، المعتقلة يا مغناس أشدادوا عماس، عارفة يا مغناس أشدادوا عماس، حي معنا العائلات، حي معنا العائلات، حي معنا الأمهات، حي معنا السامدات، حي معنا الريفيات، واكواك على شوها وحكمات مشبوها، الجماهير رفضوها واكواك على شوها وحكمات مشبوها، الجماهير رفضوها. يوري صراح المعتقل الشهر، يوري صراح المعتقل الشعب، يريد صراح المعتقل الشعب، يريد صراح المعتقل الشعب، يريد صراح المعتقل الشعب، الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة، ولا المعتقل ما نتخلى، ولا الرف ما نتخلى، الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة، والموت ولا المذلة، ولا الرف ما نتخلى، ولا الرف ما نتخلى، لا تفهمات تقلب الشارع من طبيعة النداء، هذا لفقولتها مات سوريا واعتقالات بالمجان، من طبيعة النداء هذا لفقولتها كمات سوريا واعتقالات بالمجان، من طبيعة النداء هذا لفقولتها كمات سوريا، بركة من القل والقال، بركة من القل والقال، بركة من القل والقال، الخطابي خلى الرجال، الخطابي خلى الرجال، بركة من القل والقال، بركة من القل والقال، ورياف راهم رجال، رياف راهم رجال، وعاش الشعب وعاش وعاش الشعب وعاش وعاش الشعب وعاش عاش، ريافة ماشي أو باش، ريافة ماشي أو باش، وإدانة شعبية، وإدانة شعبية، المحاكمة السورية، إدانة شعبية، ومهزلة تاريخية، وإدانة شعبية،
محاكمات سورية، إدانات شعبية، مهزلة تاريخية، عاش الشعب وعاش، 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 مغاربة ماشي أو باش، هم مال هم مال هم مال وإحنا مال هم مال وإحنا مال سماسيرة مضاربين سماسيرة مضاربين وشفارة استغلالية وشفارة استغلالية وحكارة سلطوية وإحنا مال وإحنا مال وإحنا مال وإحنا مال ولاد الشعب المقهورين ولاد الشعب المظلومين وإحنا مال وإحنا مال رياف المسجونين وإحنا مال وإحنا مال رياف المحقورين هم مال وإحنا مال هم مال وإحنا مال خوانا مضاربين سماسيرة استغلالية وإحنا مال وإحنا مال ولاد الشعب المقهورين ولاد الشعب المظلومين أنا غنقول لكم تقولوا ماشي تهدى اسمي ما الشفارة منتصرين والمعتقل خلوصية الخلوصية معتقل خلوصية معتقل خلوصية لا تنازل على القضية لا تنازل على القضية لا تنازل على القضية لا تنازل على القضية عاش الشعب عاش وعاش الشعب عاش عاش وعاش الشعب وعاش عاش رياقة ماشي أو باش رياقة ماشي أو باش مغاربة ماشي أو باش مغاربة ماشي أو باش أنا مغربي أنا بالهوية والسلالة بالهوية والسلالة استحالة نرضى أنا بالمهانة والحرية وينك وينك والمخزن بيني وبينك الكرامة وينك وينك هو المخزن بيني وبينك ويا وزير الحرية واش نسيتي الريف النغمارة والمخزنة برا
والريف النغمه را والمخزن غبار را والمخزن ابار را الريف الفخمار را والريف النغمه را والمخزن غبار را والمخزن ابار را الريف النغمار را والريف النغمه را المخزن غبار را والمخزن ابار را الريف النغمار را الريف النغمة را والمخزن غبار را والمخزن أبار را الريف النغمة را الريف النغمة را المغرب مار را الريف والمخزن غبار را الريف النغمة را الريف النغمة را الريف النغمة را الريف النغدي الشان والحراكي عزان وعارف النغدي الشان والحراكي عزان وعارف النغدي الشان المعتقلي عزان وعارف النغدي الشان وشلولي عزان أحب جيقي عزان الزفزافي عزان المعتقلي عزان المعتقلي عزان جلولي عزان هذاك خادي المعتقل بغير المتشي تحية ورابعي عزان المشاوي عزان والمخزن وابو تلاس هكا مختي دلماغ والمخزن وابو تلاس كل وخرجنا واحتجينا كل مدينة جينا خرجنا واحتجينا من كل مدينة جينا شباب شوف لي هذه الله يرحمك شباب والمخزن يقمع فينا والمعدل اللي بغينا والمخزن يقمع فينا وليت في اليد يا شباب الحرية وليت في اليد يا شباب الحرية وليت في اليد يا نساء الكرامة من كل مدينة جينا وخرجنا واحتجينا من كل مدينة جينا والكرامة اللي بغينا والمخزن يقمع فينا والكرامة اللي بغينا والمخزن يقمع فينا والحرية اللي بغينا والمخزن يقمع فينا والكرامة اللي بغينا والمخزن طاغ فينا وليت في اليد يا نساء الكرامة وليت في اليد يا نساء الكرامة وليت في اليد يا رجال الحرية وليت في اليد يا رجال الحرية وعارف النغمة را والمخزن برا عارف النغمة را والمخزن برا عارف النغدة الشان والحراك يعز كان بكي غير هذا شبر لي هاتيني هذا
الشينا وحدة الشينا الكرامة اللي بغينا وعلى الشينا وحدة الشينا الحرية اللي بغينا وعلى الشينا وحدة الشينا الكرامة اللي بغينا على الشينا وحدة الشينا الحرية اللي بغينا أعرف النغدة الشان والحر والحراكي عزان الشان والحراكي عزان وأعرف النغدة الشان المعتقلي عزان ولا للعسكرة ولا للعسكرة ولا للعسكرة لا للعسكرة لا للعسكرة لا للعسكرة لا للعسكرة لا للعسكرة ولا للعسكرة لا للعسكرة لا للعسكرة وبغينا المعتقل الشاب يوري صراح 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 المعتقل كرامة عدالة اجتماعية حرية 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 حسبي الله ونعم الوكيل 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 الموت ولا المذلة الموت ولا الموت ولا الموت ولا إضراب الطعامية في السجون الرجعية 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 وإضراب الطعامية في السجون الخزانية إضراب الطعامية في السجون الخزانية إضراب الطعامية في السجون الخزانية إضراب الطعامية إضراب الطعامية في السجون الخزانية إضراب الطعامية في السجون الخزانية إضراب الطعامية في السجون الخزانية يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار ويا للعار يا للعار يا للعار ورابع في خطر ورابع في خطر ورابع في خطر ويا للعار يا للعار ويا للعار ويا للعار يا للعار ورابع في خطر ويا للعار يا للعار ورابع في خطر حياة رابع في خطر هذا مغرب الله كريم
هذا مغرب الله كريم ولا قضاء لا تعلم ولا قضاء لا تعلم ارفع ارفع الهواء الهواء مش ماي مش ماي مش ماي فوق 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 عدالة اجتماعية حرية كرامة 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 عدالة اجتماعية شكرا شكرا للجميع على رفع الشكر والتحقق بالمحكمة تحية نضالية مجموعة السلام عليكم تحية العائلات تحية العائلات تحياتي للمدينة الدار البيضاء الوقفة يعني تسالات غادي يلتحقوا الاخوان بالمحكمة ديال الاستئناف من اجل يعني سماع الاحكام نتمنى من الله ان هذا شمال المغرب بريف المحاصر كما كتعرفوا الاخوان والاخوات هذه الوقفه هذه هي جاتني فيها واحد السيروره ديال الطحن ديال الشهيد ديال الكرامه محسن فكري في المنطقه ديالي نتمنى من الله ان الدوله المغربيه تراجع على المقاربه الامنيه في اطار التعاطي ديالها مع المنطقه ديالي لان الشباب ديال المنطقه ديالي خرجوا فقط من اجل الجامعه مستشفى ديال السرطان كذلك من اجل كذلك التنميه ديال المنطقه ومن اجل الاخوان والاخوات مستشفى ديال السرطان اللي كنعرفوا ان المنطقه ديالي كانت واحد المجموعه ديال الوفيات ديال السرطان ما فيهاش الجامعه ومناشاه على مستوى الوطني هادو الشباب يعني خرجوا من اجل الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه في اخر المطاف الاخوان والاخوات يعني كنشوفوا ان الدوله المغربيه حيت انها تفاعل ايجابيا مع الشباب هادو يتم يعني الاعتقال ديالهم كذلك يتم يعني استشهاد ديال عماد التاغي كذلك عبد الحفيظ الحداد هذه كامله سوف ننتج واحد المقاربه الدنيا من داخل مدينه الدار البيضاء من طالب اخوان يعني كان واحد تصريح يعني لواحد الجريده الكترونيه هنا بمدينه ديال الدار البيضاء لنأكدوا الاخوان والاخوات انه الملف ديال الحراك ديال الريف هو ملف سياسي يعني ملي كنتكلموا على ملف سياسي انه يعني باغين يعني اخ عبد الحق تعطي شي كلمه مشغول واقيلا واش غادي نقول لك اليوم حضرنا للفصل الاخير من محاكمه صناديد الريف والصحفي الحر حميد المهداوي الذي قدم كلمه اخيره كما هو متعارف عليه في المحاكمات كلمه اخيره وضح فيها وفند فيها هذه الاتهامات الباطله التي اريد تلفقتها لها او تلفيقها له وكذلك تحدث الاخوه الاربعه الذين يوجدون في حاله صراح قالوا كلمتهم الاخيره وبعد ذلك دخلت هيئه المحكمه
في المداولة من أجل التداول على هذه القضية التي أقول عنها أنها قضية فارغة ولا تتوفر على أي معطيات تدين معتقلي الريف وتدين الصحفي الحر حميد المهداوي. من هذا المنبر ومن أمام المحكمة نطالب كل ذوي العقول الحية في هذا البلد بأن يحكموا بأن يستعملوا الحكمة، والحكمة هنا تتجلى في إطلاق سراح المعتقلين وإطلاق سراح الوطن، الحرية لحميد المهداوي الصحفي الحر، الحرية لناصر الحق الزفزافي ورفاقه، الحرية للوطن، الحرية لرموز التضحية ولرموز الوطن. هذه مهزلة وليست محاكمة. الحرية لجميع الأحرار، يجب إسقاط المتابعات حول الشرفاء الذين يتضامنون مع كل المعتقلين، مع معتقلي الرأي داخل وطننا الجريح. نطالب بالكرامة وبالحرية لوطننا الجريح. الوطن كله معتقل، الجرح ما زال ينزف، فهل من طبيب حكيم يستعمل الحكمة والعقل من أجل إيقاف مسلسل الاعتقالات ومسلسل الاستدعاءات؟ ونحن نقول لكم بأننا لن نتخلى عن رفاقنا ولن نتخلى عن وطننا. الشرفاء هم أول من يدافع عن الوطن، والأندال هم أول من يتخلى عن الوطن في ساعة الحقيقة، في ساعة التي تتطلب التضحية. سيحملون حقائبهم ويرحلون، ولكن يبقى الأحرار هم الذين يبقون في الدفاع عن هذا الوطن. عاشت الحرية، عاشت الكرامة. أطلقوا سراح حميد المهداوي، أطلقوا سراح ناصر الحق الزفزافي ورفاقه، أطلقوا سراح معتقلي جرادة، معتقلي الرغيف أسود، أطلقوا سراح معتقلي زاكورة، معتقلي شربة الماء، أطلقوا سراح كل معتقلي الرأي والمعتقلي السياسيين داخل الوطن. عاش شعبنا، الحرية لشعبنا، الحرية لشعبنا، والخزي والعار للسجان. تحية للمناضل والصديق عبد الحق العزيزي اللي صراحة يعني مخيرة ديال المناضلين ديال الدار البيضاء اللي دائما كان يوجدوها يعني في الأشكال النضالية من أجل أنه يعني يطالب. أكريم كريم أكريم واحدة تسلح بسيط هكذا باعتبارك من أحرار الدار البيضاء. تحية جميع الإخوة والأخوات، جميع الرفاق والرفيقات. حاليا قرابة واحد الساعة ونص باش ترفع هذه الجلسة من أجل المداولة. الكل كيترقب وكيتسنى الأحكام النهائية. نتمنوا يتنصفوا هاد الصناديد. نتمنوا أنهم عادلة تقول الكلمة ديالها، لأن التاريخ في هذه المحطة سيكون شاهدا على القضاء المغربي. كما قال في المرافعة ديالو الصحفي الحر حميد المهداوي، الدولة عبارة على كلمتين، هبة وصورة، وهذه المحاكمة ستعطينا الصورة الحقيقية والهبة الحقيقية التي تمتلكها هذه الدولة. عاش الشعب ولا عاش من خانه. الحرية لكافة الأشاوس الصناديد المعتقلين السياسيين. مكملين ما فاكينش. وتحية لك خويا ليس. تحياتي للأخ كريم محلى من أحرار ديال الدار البيضاء اللي غادي يلتحقوا يعني بالجلسة ديال المحكمة ديال الاستئناف. نور الدين أجي معنا الأخ نور الدين. الأخ نور الدين اللي كتلقوها بالإذاعات ديالو من المدينة ديال الدار البيضاء غادي يعطي لنا واحد الكلمة على المحكمة ديال الاستئناف، على المحاكمة، وكذلك على هذه المعركة من أجل إطلاق السراح ديال المعتقل السياسي داخل هذا الوطن الجاري. ألو، الحكم بعد المكالمة. اليوم عباد الله راه كيتحاكم، ما كيتحاكمش محاكمة معتقلي الريف، هي محاكمة محمد بن عبد الكريم الخطابي، هي محاكمة الذاكرة، هي محاكمة التاريخ. اليوم محمد عبد الكريم الخطابي يحاكم ثلاث مرات، يحاكم حيا ويحاكم في المنفى ويحاكم ميتا. اليوم تحاكم المنطقة الريف وتحاكم الذاكرة الجماعية وتحاكم الشعب المغربي. كيف يعقل
لنائب مال العام ينهبون طولا وعرضا في البلاد ويقمعون العباد هم أحرار، بينما الشرفاء هذا الوطن عروا على منظومة الفساد والاستبداد وراء القطبان. لا خير في هذا الوطن ماذا تحكمه عصابة وتنهب ثرواته ولا تحترم فيه أدنى شيء هي الحرية وأدنى شيء هي كرامة الإنسان. كيف يعقل أن ملف الريف هو ملف التاريخ، ملف الذاكرة؟ كنقول الشعب المغربي كفى من النضالات الفولكلورية، نديروا بحال الشعب الجزائري وننزلوا للشارع ونبدعوا. خوتنا راه في أدوا ضريبة الاعتقالات، جلول ناصر كفاة المعتقلين، كفى من الخطابات والتخوينات، نزلوا للشارع راه المعتقلين كيتسناونا وأدوا الضريبة على قبلنا. وعاش الريف ولا عاش من باعه ومن خانه ومن تخاذل عنه. ومحمد عبد الكريم الخطابي خلى وصية لا تنازل على القضية، الحرية هي أساس الحكم وهي أساس الكرامة وهي أساس الإنسان. وعاش رحم الشريف اللي خلى وصية وخلى تاريخ. هذا هو المرجع ديالنا، لا ضاقت من الحال رجع حراك الريف خاصنا نزيد نحيو فيه. وعاش الريف وعاش لا ما عاش من خانه، وعاش الوطن ولا عاش من خانه. وما نساوش معتقلي جرادة وكافة المعتقلين السياسيين وحامد مدى وكافة المعتقلين السياسيين. وعادي البداحي تحية. تحية لحرائر وأحرار العالم وليس المغرب فقط. ربما اليوم فصل من آخر فصول المسرحية المخزنية مختطف الريف، محاكمتهم محاكمة لذاكرة الريف ولذاكرة الشعب المغربي. أطلقوا سراح كافة المعتقلين السياسيين في المغرب، عيب وعار وحشومة 2019 يكونوا معتقلين من أجل الرأي ديالهم، من أجل مطالب مشروعة. إذا كانت زيارة البابا باسم حوار الأديان والتعايش والسلام، تحاوروا مع الشعب المغربي هو الأول. السلام يكون مع الشعب المغربي هو الأول اللي أعلنتوا عليه الحرب ونهبتوه وفقرتوه. النظام المغربي يريد تسويق صورته في العالم وتلميع صورته في العالم. احترم شعبك اولا، اذا بغيتي العالم يحترمك احترم شعبك هو الاول. اذا كنتو غتعتقلوا اعتقلوا رموز الفساد، اعتقلوا نائبي المال العام، ما تعتقلوا الشباب. خرجوا باش يدافعوا على ولاد الشعب، خرجوا من اجل مطالب اللي هي عادله ومشروعه، ماشي غير ديال الريف بوحدو، ديال المغرب كامل. وشباب الريف اذا كانوا انفصاليين فهم انفصاليون عن الفساد، انفصاليون عن الحكره، انفصاليون عن التهميش. المقاربة القمعية ليست حلاً وما عندها فين توصل هذا النظام. هذا المقاربة القمعية ما غادي تزيد الأوضاع إلا احتقاناً، والتغيير جاي بغيتو ولا كرهتو. تحية للشعب الجزائري وتحية للشعب السوداني وتحية لجميع الشعوب التواقة للحرية. التغيير قادم، يقدر يتعطل ولكن قادم لا محالة، والشارع هو الحل. ما تبقاوش المغاربة تسناو وتفرجوا في التلفازة وكتهضروا على بوتفليقة مشى، ولا هضروا على النظام ديالنا اللي فقرنا وجوعنا، اللي ولينا كنحشمو ونقولوا حنا مغاربة. خرجوا نفضوا غبار الدل على راسكم، راه الشارع وفين كاين الحل، وفي الشارع فين كاين الحل. ما تبقاوش مقابلين التلفازة كتفرجوا، أما جيرانكم كيدافعوا على راسهم خارجين تحقق مطالب المشروع وتبقى تتفرجوا. وتحية. وكافة من النضالات الفولكلورية والموسمية، الشارع هو الحل. خرج هضر على حقك المغربي. اش خسرتي؟ حنا كنموتوا بنقطة بنقطة. اش خسرنا؟ عمري 37 سنة اسمحت بهاد البلاد، ما كاين والو. الموت ولا المدلة؟ اش خسرنا؟ الموت ولا المدلة؟ شارك الناس اللي في العكاشة هما أحرار وشرفاء، حنا اللي معتقلين، حنا اللي مساقلنا الدل والهوان. جا البابا، شو حالة البابا اللي ضحكوا علينا بالبابا؟ قالك قداسة البابا وبركة علي بابا، الله يعاونكم. المهم تحياتي
تحياتي من مدينة ديال الدار البيضاء، دائما في إطار المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. نعتبر أن يعني المحاكمة ديال المعتقلين ديال حراك ديال الريف بمدينة الدار البيضاء صراحة هي محاكمة سياسية، هي محاكمة كما كيقول الإخوان والأخوات للذاكرة ديال المنطقة ديال الريف، هي محاكمة الفكر ديال محمد بن عبد الكريم الخطابي، هي محاكمة لواحد المنطقة عندها الرمزية ديالها، عندها خصوصية ديالها من داخل مدينة ديال الدار البيضاء. نطالب يعني الجميع يعني بإخوان والأخوات أن هذه الدولة هذه، لأن ملي كنتكلموا على الدولة نقول أن عدالة ديال الدولة ماشي في الهيبة ديالها أو الهيبة ديال الدولة، ماشي في يعني في القمع، ماشي في الاعتقال، وإنما الهيبة ديال الدولة وهي في العدل، الهيبة ديال الدولة في توزيع العديد ديال الخيرات ديال البلاد. في آخر المطاف يعني الإخوان والأخوات الشباب ديال الريف عباد الله 20 سنة فقط من أجل الجامعة، من أجل المستشفى ديال السرطان، من أجل التنمية ديال المنطقة، من أجل الرفع العسكرة، هذه ماشي مطالب وإنما حقوق مشروعة لساكنة ديال الريف، من حق أنه يكون يعني رفع العسكرة، من حق يكون عنده مستشفى ديال السرطان، لأن منطقة ديال الريف تم القصف ديالها بمواد كيماوية خطيرة من طرف المستعمر الإسباني والفرنسي وتحت غطاء، وتم يعني المتاجرة بالملف ديال الغازات السامة من بعد يعني الدكاكين السياسية تم بمنطقة ديال الريف ومن داخل مدينة ديال الدار البيضاء. نقول أن المرجع الأخير وهو المرحوم والمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي اللي قالها بوضوح، قال مصيبتكم في أحزابكم، المصيبة ديال هاد البلاد هذه هي في الأحزاب المغربية. وما الخرجة ديال إدريس الجقار ديال الكاتب العام ديال الاتحاد الشرقي للقوات الشعبية يعني قبل يعني النطق في الأحكام في محكمة استئناف إلا يعني أنها كتحاول تعطي يعني الشرعية للدولة باش أنها تكون المقاربة الأمنية، باش تكون أحكام صراحة عوض أنه يعني كما كنشوفوا يعني في عز يعني الاحتقان، في عز يعني الأزمة اللي كانت منطقة ديال الريف، خرجوا 6 ديال الأحزاب السياسية ويعني وشرعنوا المقاربة الأمنية اللي هما الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية، تقدم الشراكية، العدالة والتنمية، اتحاد دستوري، تجمع الوطني الأحرار، ويعني وكنتكلموا 6 ديال الأحزاب اللي عطاو يعني المصداقية للدولة من أجل أنها تنهج المقاربة الأمنية. من داخل مدينة ديال الدار البيضاء نقول أن الخاسر الأكبر ليس المعتقل، الخاسر الأكبر ليست منطقة ديال الريف، الخاسر الأكبر وهي يعني الوطن ككل، لأن في آخر المطاف المقاربة الأمنية فقط تزرع الحقد، تزرع الكراهية. المقاربة الأمنية كما كنقولوا من يزرع الريح يحصد العاصفة، أكيد أنكم استطعتوا يعني أنكم توقفوا الحراك منطقة ديال الريف، إلا أن الإخوان والأخوات عندما نتكلم على الحراك هو الحراك الشعبي المبارك، أكيد أن الحراك هو حراك ديال الشيوخ، ديال الرجال، ديال النساء، ديال الشباب، ديال الشرفاء، ديال الشريفات. وفي آخر المطاف ملي كنتكلموا على الحراك، الحراك فكرة والفكرة لا تموت، الحراك يعني يجب على الدولة المغربية، ملي كنتكلموا على الدولة يعني الدولة هي واحد مجموعة ديال المؤسسات ديال هاد البلاد هادي، من بينها المؤسسة الملكية، أنها تنزل الطبلة مع منطقة ديال الريف يعني وتحاور معاه وتشوف يعني الأولويات ديال منطقة ديال الريف، لأن الناس هادو من اللي خرجوا منطقة ديال الريف ما خرجوش لأنهم باغيين الاحتجاج، ما باغيش يعني الانفصال كيف ما كيبغي يمروا واحد مجموعة ديال الدكاكين السياسية، وإنما هاد الناس هادو عباد الله خرجوا باش يقولوا لكم حنا باغيين العيش الكريم، باغيين الحرية، باغيين الكرامة، باغيين نقطعوا مع الصفحة ديال الأوباش، لأن في آخر المطاف نحن من منطقة ديال الريف من شمال المغرب نقولها أننا يعني كنقول أوباش ونفتخر. لماذا نقول أوباش ونفتخر؟ لأننا لا نقول عاش، لأننا في آخر المطاف نعتبر أن المصطلح ديال الأوباش اللي كيهضروا به واحد مجموعة ديال الانتهازيين، واحد مجموعة ديال الوصوليين داخل هذا المغرب هذا، أنه خصو يتحيد، أنه يكون يعني تجريم للمصطلح ديال الأوباش. أي واحد يقول المصطلح ديال الأوباش داخل هذا الوطن الجريح يتم يعني المحاكمة دياله والمحاكمة
المناسبه ديالو. والرساله ديال ناصر الزفزافي كانت واضحه عندما يعني تكلم على الشروط ديال حل الحاله ديال الحراك ديالي. تكلم على اربعه ديال النقاط. اولا يعني كيف ما كنقولوا يعني الملف المطلبي يعني ان الدوله يعني تحقق الملف المطلبي للمنطقه ديال الريف. كذلك الدوله تطلق سراح المعتقلين. الدوله كذلك اخوان الاخوات يعني فقد جميع المتابعات لا في المغرب ولا خارج المغرب, لان كنعرفوا انه كاين جاليه مغربيه يعني للجذور ديالها الريفيه حاليا تهاني في اوروبا, وكاين اشكال ديال العوده. وهذا صراحه يعني تحيه جد جد عاليه للجاليه الريفيه اللي كنرفع على الشاره ديال الصمود. وكنتمنى الاخوان والاخوات انه يكون شي صلح حقيقي, صلح حقيقي, لان ملي كنتكلموا على الدوله نتكلم اخوان والاخوات على يعني نظام سياسي فوق رقعه جغرافيه يعني منبثق منها الشعب. الدوله هي التي توفر يعني الامن والاستقرار وليست التي تعسكر منطقه من المناطق ديال المغرب. الدوله هي التي توفر الجامعه, توفر يعني المستشفى ديال السرطان. لا يخليها, ها هو المغرب الاخوان. الناس بالدار البيضاء عايشه في الشارع, ناسها في الشارع. يعني هاد الظلم وهاد الحقره اللي كاينه في المغرب ما كايناش غير في منطقه ديال الريف, كاينه في الدار البيضاء, كاين في جراده, كاينه في يعني في جميع ما شفتوا الاخوان والاخوات كيف انه غير هنا في مولاي بوسلهام يعني الجهه ديال العرايش شهيدات من اجل يعني اللقمه ديال العيش, من اجل يعني كيف ما كنقولوا من اجل فقط يعني الطرف ديال الخبز, من اجل يعني الرغيف الاسود. كيف يعقل ان الناس كيموتوا فقط من اجل يعني باش يوفروا غير اللقمه ديال العيش؟ كيف يعقل ان الدوله ما توفر لهم لا تقاعد, لا تغطيه صحيه, لا نقل في المستوى؟ ومن اللي ماتوا حقا كنوفروا لكم يعني المصاريف ديال الدفن. وكنشوفوا يا اخوان الاخوات يعني كارثه داخل هذا الوطن هذا. غادي نمشيو نستناو يعني الاحكام هنايا في محكمة ديال الاستئناف, لان حنا قرابين. نتمنى من الله انه يكون شي خير في هذه البلاد هذه, لان في اخر المطاف يعني الاداه يعني شنو العيب يعني من هذه الدوله المغربيه انها يعني تطلق سراح المعتقلين. ملي كنتكلموا على المعتقلين الاخوان والاخوات نتكلم على جميع المعتقلين ديال هذا المغرب هذا, لا ديال الريف ولا ديال جراده ولا ديال زاكوره, حميد المهداوي, دريس بوطراده ديال المدينه ديال الرباط, عز الحيمر ديال الدار البيضاء, مول الكاسكيطات, توفيق بو 20, جميع المعتقلين. لاننا في الاخير يعني كنعتبروا ان الاعتقال السياسي هو قضيه الاخوان والاخوات, هو قضيه طبقيه, وان اي واحد خصنا نضمنوا معاه كان يعني في السجن ديال زيو ولا في داين عائشه ولا في ديال طنجه ولا في ديال عكاشه. يعني جميع المعتقلين كاملين بحال بعضياتهم, والله يفرجها على جميع المعتقلين. عاش الريف وعاش جراده وعاش الشعب وعاش الانسان الحر. تحياتي, ربي يحفظكم.